سادتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في ساحة النصر هنا مرسو البارك، حيث أجواء عالمية لا مثيل لها في الظهور الأول لكريستيانو رونالدو. السيدات والسادة الحضور الكريم، نرجو تكرمها بالوقوف حيث يعزف النشيد الوطني السعودي. سادتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الليلة الكبيرة للغاية في ملعب مرسو البارك هنا في ساحة النصر، حيث يترقب الجميع المباراة الأولى للنجم العالمي الكبير كريستيانو رونالدو، وقد أصبح جاهزا لقيادة فريقه الجديد النصر ابتداء من هذه المباراة وفي هذه الأجواء الكبيرة للغاية في هذه الموقعة والمواجهة التي تجمع بين النصر والاتفاق في ملعب مرسو البارك. أجواء غير عادية خيالية في هذا الاستاد الرائع، ومباراة بقيادة خالد أطريس حكم هذه المباراة الذي يدير أحداثها، طبعا بمساندة من جانب أو مساعدة من ياسر السلطان محمد حنفوش سلطان عكيري، بينما رمي خاني وعب كريم في غرفة الفيديو. ليلة استثنائية بأتم معنى الكلمة،
انها المباراة الاكثر متابعة في تاريخ كرة القدم السعودية، لاننا سنكون معكم في هذه الامسية الكروية، ولكن هنالك العديد من القنوات الاخرى في اماكن عديدة في اوروبا، افريقيا، استراليا، ستبث هذه المباراة في العديد من الاماكن حول العالم، لان ما هو جديد هنا في هذا الموسم هو كريستيانو ورونالدو ليس لاعبا لديه شعبية فقط، رونالدو اسم كبير للغاية خلفه جيوش من المشجعين حول العالم. قائمة الفريقين في هذه المباراة، تشكيلة النصر في مباراة الليلة: نواف العقيدي في حراسة والعقيدي في حراسة المرمى، سلطان غنام في الجهة اليمنى، لاتامي في اليسار، عبد الإله العمري وسط الدفاع مع عبد الله مادو، خايبر يصليهم في وسط الميدان، بيتي مارتينيز، تاليسكا، عبد الرحمن غريب يقود الفريق، يقود الهجوم، يا كارتيرون، كريستيانو رونالدو في قائمة النصر في هذه الأمسية. الحلم أصبح حقيقة ملموسة واقع، نشاهد، نشهد، نتابع، نترقب، نتذكر، يحكى لأجيال لاحقة. النصر يدخل هذه المباراة ويقود أعظم هداف في التاريخ وهو كريستيانو رونالدو. قائمة الاتفاق في مباراة اليوم: باولو فيكتور في حراسة المرمى، مارسيل تيسراند مع سعد الموسى وسط الدفاع، عبد الله الخطيب في الجهة اليسرى، سعيد المولد في اليمين، هزازي، فيصل غامدي في وسط الميدان، كويكبي، جناح أيمن، فيتينيو يسار، وفي الهجوم نيا كاتي، روبن كوايسون في قائمة كارتيرون مدرب فريق الاتفاق في مباراة الليلة. البداية في هذه الأمسية، بالتأكيد هذه المباراة هي محط أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان بسبب وجود كريستيانو رونالدو في هذه الأمسية. بطبيعة الحال لمسة أمامية، تغطية دفاعية، تعود الكرة سهلة لحارس المرمى، بعد ذلك باولو فيكتور حارس الاتفاق الذي سيكون عليه عبئا ثقيلا هذا اليوم في وجود هذا الكم من الهجوم الخطير جدا. محاولة فيها تغطية وتدخل من جانب بعده، تصل إلى عبد المجيد صليم في وسط الميدان، أول لمسة، أول كرة، رونالدو أمام تغطية وتدخل، عودة اتفاقية على جهة اليمين، محاولة لمصلحة الاتفاق، الكويكبي إلى سعيد المولد بكرة عرضية خطيرة، لكن العقيدي يحصل على الكرة أقرب لحارس النصر. أجواء كبيرة في المدرجات. نعم، هذه الأمسية لن تكون مباراة عادية مثل ما ذكرت، للمرة الأولى في تاريخ المسابقات السعودية والعربية بل في قارة آسيا يكون عندك هذا الكم من المتابعين من القنوات الأوروبية التي تنقل أحداث هذه المباراة. بالتأكيد هي المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو، وأنا أتكلم على عدد كبير من القنوات العالمية التي تبث هذه المباراة في أكثر من قناة فرنسية، وتنقل ليلة في إيطاليا هذه المباراة، في تركيا، في البرتغال، مع رومانيا، اليونان، سلوفينيا، صربيا، كرواتيا، ماليزيا، نيجيريا وغانا وغيرهم. جمهور النصر صوته مسموع في كل مكان ويحب يكون صداع حول العالم ابتداء من هذه المباراة، والقتال على كل المنافسات في كل المباريات، ومن أجل الحصول على كل الألقاب الممكنة. بيتي تغطية تدخل، حكم لا يشير إلى شيء، لا فيها خطأ لمصلحة بيتي، خطأ لمارتينيز، خطأ لبيتي مارتينيز، النجم الأرجنتيني يحصل على أول كرة، أول خطأ، تمريرة تصل بعد ذلك نحو تاليسكا في الجهة اليسرى، غريب سنة أولى، موسم أول، هدف في الديربي، الكرة لكريستيانو، ينتظر مساندة لاجامي، تمريرة لكن التغطية من الدفاع، الإبعاد إلى رمية جانبية لمصلحة الاتفاق. لا شك أنه الحافز كبير عند النصر، عند المشجعين، عند اللاعبين، عند زملاء رونالدو الجدد في هذا الموسم، أن يقدموا كل ما لديهم من أجل الفريق ومساندة أيضا كريستيانو رونالدو. لكن أيضا الحافز كبير في المقابل للاتفاق هو الآخر، أن يسعى للفوز في هذه المباراة أمام فريق كريستيانو رونالدو. المباراة اللي بالتأكيد
سننتظر منها الكثير من الإثارة من المتعة ونتوقع أن تكون كذلك. سطال غنام لمسة على جهة اليمين بيتي مارتينيز، تغيير اتجاه اللاعب أقصى اليسار بروعة كبيرة لجابي إلى غريب، غريب بحث عن الحلول لجابي، طلب الكرة من جانب كريستيانو، تصل الكرة إلى خيبري، محاولة إلى صليهم، ترك الكرة لكريستيانو بيتي، تمويه عدت منه، عادت إلى مارتينيز، تمريرة صعبة بعيدة على كريستيانو رونالدو، وسهلة بعد ذلك إلى حارس المرمى الاتفاقي في هذه المباراة وهو باولو فيكتور. هنا في مرسول بارك ليلة كبيرة للغاية، نحن لا نحلم أمامنا واقع نشاهد في هذه المباراة أنه نجم ريال مدريد السابق ومان يونايتد ويوفنتوس وقبل هذا كله سبورتنج لشبونة كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين ابتداء من هذه المباراة رفقة فريقه النصر. أعطينا الصورة على المدرج، جمهور كبير جدا في هذه الأمسية وجمهور كبير أيضا كان يسعى لحضور هذه المباراة ولكن لم ينجح في الحصول على تذاكر لحضور هذه القمة. تاليس كام احتكاك في اللقطة الماضية بالسلامة لأندرسون. تاليس كام هداف الدوري حاليا، ثاني هدف في الدوري في الموسم الماضي، تاليسكا هو الآخر، دائما ما كان لاعب مهم لدى عشاق النصر، لدى محبي العالم ودوره الكبير في المباريات الكبيرة، وبالتأكيد حتى في الموسم الماضي دوره الفعال على المستوى الهجومي وكونه هداف الفريق وثاني هداف في الدوري في الموسم الماضي بالنسبة لتاليسكا. الكرة إلى سطال غنام، ماذا سيفعل كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول في هذه المباراة ضد الاتفاق مع فريقه الجديد النصر؟ ابتداء من هذه المباراة الكل يتساءل كم سيسجل رونالدو، كم سيحتاج من دقيقة من أجل أن يسجل أول أهدافه بقميص العالمي. طبعا بدايته كانت رائعة في كل الأندية اللي مثلها وإن كان في سبورتنج لشبونة صغير في السن، لكن مع انطلاقته الحقيقية في مان يونايتد وظهوره في مانشستر يونايتد ثم أيضا في ريال مدريد اللي حقق مع كل ما يحلم فيه كريستيانو رونالدو، بل أنه أصبح بعد ذلك الاسم الأكبر في تاريخ النادي على المستوى التهديفي، على الأقل على المستوى التهديفي كون أصبح الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد عبر التاريخ بالنسبة لكريستيانو رونالدو. تجاوز راؤول ودي ستيفانو بوشكاش وهوغو سانشيز واسماء عظيمة في تاريخ النادي الملكي. لمسة إلى تاليسكا يحاول التمهيد على الجهة اليسرى، الكرة إلى لجامي أمامية باتجاه غريب في المساحة، غريب يتعثر، طالت منه، ضاعت منه اللقطة الأخيرة من عبد الرحمن غريب. اليوم بعض الغيابات في قائمة الفريقين. طويلة الكرة أمامية بدون تركيز، أقرب لميتي نحو كريستيانو رونالدو بتسديدة لكنها تصطدم. أول كرة، أول ضربة، أول تسديدة، أول تهديد، أول محاولة، أول انطلاقة، أول مباراة، البحث بعد ذلك جاري عن أول هدف. تدخل في اللقطة الأخيرة من مارسيل تيسيراند أمام كريستيانو رونالدو المدافع الكونغولي يتدخل في اللحظة الأخيرة. بيتي مارتينيز اليوم غياب لويس جوستافو في وسط الميدان، مادو تعليمات أو نظرات وتفاهم مع قائد الفريق كريستيانو رونالدو، محاولة لمصلحة النصر مع هذه اللقطة. العالم يحاول في الثمان دقائق الأولى، بيتي مارتينيز عرضية بالرأس لكنها عالية وبعد ذلك إلى ركنية أخرى خطيرة من العمري. عبد الإله قلب الأسد دائما في الدور الهجومي القوي جدا على مستوى الكرات الثابتة والركنيات. متى سيأتي الهدف في هذه المباراة
كل شيء يظل وارد بطبيعة الحال، لأنه الاتفاق أيضا لديه الفرصة في أي لحظة أن يخطف الكرة أو أن يخطف مرتدة في دوري روشن هذا الموسم وفي المواسم الماضية أيضا كثير من المباريات اللي جاءت عكس توقعات المتابعين. كرة من جانبي غريب عرضية تبعد من الدفاع، تعود تسديدة من سلطان الغنام بدون تركيز، ضاعت الكرة أمامية لمصعتي خيبري، لمسة لصليهم، غياب لويس جوسافو عن وسط الميدان، لاعب مهم جدا في خط الوسط. النصراوي تدخل من جانبي سعيد المولد في اللقطة الماضية، وبعد ذلك يكسب رمية جانبية الاتفاق. طبعا تاريخ كبير أيضا عند الاتفاق، لأنه الاتفاق أول نادي في تاريخ المملكة يتوج بلقب الدوري بدون خسارة في الفترة الذهبية اللي كان عليها الفريق في الثمانينات بالذات، اللي كان فيها الاتفاق يصول ويجول ويحقق الأرقام والألقاب المحلية والخارجية. تعود الكرة مرة أخرى، لمسة على جهة اليسار، محاولة لفيتينهو، فيتينهو بعودة للوراء. أذكر الجميع في الموسم القادم سيكون في دوري المحلي في المملكة كرة طويلة خطيرة، لكن برافو تغطية في توقيت حاسم، العقيد يتدخل، خطيرة جدا لمصعتي الفريق الاتفاقي. تعود الكرة، محاولة لبناء هجمة، ضغط عالي من جانب السريهم، تكلم على انه اليوم بدون الفارو الاسباني غونزاليس يلعب مادو في هذه المباراة بجانب عبد الاله العمري، وبدون ايضا لويس جوستافو. نعيم السليتي في المقابل النجم التونسي المتألق من الموسم الماضي، مواسم الماضية رفقة الاتفاق يعيب عن هذه المباراة. كرة بعيدة وتحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية. لن يكون الأمر سهلا في المباراة الأولى، ولن يكون الدوري سهل في هذا الموسم، لأن المنافسين متنافسين، دائرة المنافسة على اللقب تتسع شيئا فشيئا. يمكن أن يكون عندك ثلاثة أندية تنافس على اللقب بقوة، يمكن أن يكون بعد ذلك أيضا إلى أربعة أندية. سننتظر ونترقب جميعا ما يمكن أن يحدث في دوري قد يحبس الأنفاس حتى أيامه الأخيرة. الكرة لمصعتي الاتفاق، رمية جانبية على طريقة الركنيات لسعيد المولد، يلعب الكرة الطويلة داخل منطقة لكن الإبعاد، كريستيانو يتدخل ليبعد الكرة عن منطقة أو مناطق فريقه. بيتي مارتينيز، بيتي يحافظ على الكرة، تغطية تدخل، حي المباراة، حي المباراة، فيها حافز كبير عند الفريقين وفيها عمل كبير على المستوى الفني. أساسي في وسط الميدان، لمسة تمريرة كانت من جانب الخطيب تصل في وسط الميدان الآن عند علي عزازي، طويلة خلف المدافعين خطيرة، وكرة رياكاتي حاول في تينو تسديدة لكنها صدمت فيها تسلل. ثاني مرة نشوف نواف العقيدي يخرج من مرماه في توقيت صعب بصراحة. اللقطة الماضية لحسن حظه لم تستغل، كان فيها تسلل على رياكاتي. خروج بهذا التوقيت كان أمر صعب جدا على نواف العقيدي، لحسن حظه لم تستغل الكرة الأخيرة. العودة بعد ذلك إلى سلطان الغنامي للعمري، ثم بعد ذلك نحو مادو. 11 دقيقة 12 دقيقة في أحداث هذه المباراة، صفر مقابل صفر. غريب يحاول على جهة اليسار للنصر، للعالمي، للبحث عن الفرصة والهدف الأول. الهجوم دائما يستمر لكن التغطية من جانب سلطان الغنام، لمسة في جهة اليمين، محاولة في لمصعتي عبد المجيد صليهم، محاولة للا جامي عبد الرحمن غريب، لمسة لتاليسكا على اليسار حلوة باتجاه إلى جامي، يبحث عن الكرة العرضية بالفعل عرضية لكنها بعيدة عن الكل، تصل بعد ذلك أقرب إلى سلطان، يتابعها الغنام، يبحث عن كرة عرضية، عبد المجيد لمصعة بيتي لكن التغطية أمام بيتي، إبعاد من جانب عناصر الاتفاق. كويسن الدولي السويدي يحاول يمر يكسب الكرة لكنها طارت عليه، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية. بالسلامة إن شاء الله لعبد المجيد الصريح، بالسلامة لعبد المجيد الصليهم اللي كان يطالب حكم المباراة بخطأ في اللقطة الماضية لم يكن موجودا طبعا، يعوض غياب اليوم لويس جوستافو. هذه عادة اللقطة اللي كان فيها يطالب بخطأ على فيتينهو، الاحتكاك اللي كان بين الثنائي في اللقطة الماضية. الرمية الجانبية لسلطان الغنام، دقائق أولى في أحداث هذه المباراة، لا زال التعادل يخيم على الأجواء بين رودي غارسيا كارتيرون
في المواجهة الفرنسية الخالصة في مباراة الليلة. كارتيرون كان عنده تجربة سابقة في تدريب نادي النصر في 2017، أقل من 6 أشهر تقريبا، لكن رودي غارسيا المرة الأولى في الدوري السعودي بالنسبة لرودي غارسيا، المرة الأولى في دوري روشن السعودي، المرة الأولى في المنطقة ككل، لأنه كان عنده تجارب عديدة في أوروبا وبطبيعة الحال في فرنسا وكذلك في إيطاليا مع نادي روما. كرة تصل إلى تاليسكا، غير اتجاه اللاعب في جهة اليسار، غياب كونان اليوم على مستوى الجبهة اليسرى بسبب الإصابة كونان، ولكن عودة لكريستيانو يحاول تغطية تدخل في اللقطة الماضية، الحكم لا يشير إلى شيء، اللاعب يستمر. العودة بعد ذلك على جهة اليسار، محاولة لمصعة الخطيب أماميا، يكاتي بعيد عنه، نصر ماسك كورة أكثر ولكن بدون أن يصل إلى المرمى. أثناء تقديمه كان يقول كريستيانو أنه فخور للغاية باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي، في أوروبا أنجزت مهمتي، لقد فزت بكل شيء، الآن أصبح تحدي جديدا في آسيا. كلمات كريستيانو رونالدو بعد تقديمه رسميا كلاعب نصراوي وهو يخوض مباراة رسمية الأولى في هذه الليلة. لمسة من غريب خطيرة، لكن التغطية في اللحظة الأخيرة وبعدها دفاع الاتفاقي سعد الموسى. لا جابي غريب على جهة اليسار لمصعة النصر. العالمي يحاول عن طريق تاليسكا، كريستيانو تاليسكا، تغطية وتدخل ثم بعد ذلك في وسط الميدان أقرب إلى تاليسكا. بيتي مارتينيز على جهة اليمين، حلوة في المساحة للغنام، البحث عن كرة عرضية داخل منطقة بعيدة عن الكل، وبعد ذلك سعيد المولد يبعد الخطر. لا زالت النصر يحاول الضغط في هذه الأثناء. الكرة إلى خيبري، بيتي مارتينيز، بيتي يحاول يمر، بيتي يمر، بيتي يلعب كرة أمامية، لكن التغطية من جانب الدفاع، الإبعاد، المباراة هجومية من جانب النصر، تراجع اتفاقي في هذه الأثناء والاعتماد على المرتدات والخطأ، تصل النصراوية بينية، لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة. برافو، مباراة كبيرة لدفاع الاتفاق في هذه الأمسية في الربع ساعة الأولى، على الرغم من أنهم يواجهون فريق فيه تاليسكا وبيتي مارتينيز وقبل هذا كله كريستيانو رونالدو، ولكنهم حتى الآن يحاولون أن يؤدوا مباراة طيبة على مستوى الخط الخلفي بالقليل من الأخطاء. تدخل وخطأ على بيتي، خطأ على بيتي مارتينيز، بالسلامة إن شاء الله. بيتي تعرض لإصابة هو الآخر. ربع ساعة لعب في ساحة النصر مرسول بارك، طبعا ملعب ممتلئ عن آخرة، 22-23 ألف مشجع تقريبا متواجدين في هذا الاستاد في هذه المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع النصر. بعيد الكرة، رمية جانبية، الرمية الجانبية لمصعة الاتفاق. طبعا دخول رونالدو لدوري روشن سعودي المحترفين مثل ما ذكرت في مباراة بي اس جي ضد نجوم النصر والهلال، أنه يفتح بابا كبيرا لاستقطاب العديد من النجوم العالميين مستقبلا في الدوري السعودي. طويل الكرة أمامية، محاولة خطيرة بالرأس لكنها تبعد، أقرب إلى فيتينيو حاول، سيكون دوري روشن السعودي محط أنظار العديد من المتابعين حول العالم. مرة أولى بصراحة، من كان يتخيل يا جماعة، من كان يتخيل أنه مباراة محلية في المملكة في الوطن العربي، حتى في قارة آسيا عندما ذهب على سبيل المثال إنييستا لليابان لم يكن بدرجة الاهتمام اللي نشوفها الآن أثناء انتقال كريستيانو رونالدو إلى المملكة وهنا في نادي النصر. لمسة تصل إلى كوايسون، محاولة مع فيتينيو، تغطية من جانب الدفاع، أقرب إلى خيبر يحاول تأمين الكرة، ولكن ايضا الدولي السويدي كوايسن تدخل وابعاد الكره، رميه جانبيه نصراويه لمصعد عبد الله الخيبري. اعتقد انه يقول واهل الحافز يكون كبير عند الانديه اللي تنافس النصر ايضا في المباريات القادمه امام فريق كريستيانو رونالدو. سيكون سعي لاخراج لاعبين افضل امكانياتهم، كره فيها تغطيه، حتى اللاعبين المنافسين بصراحه للنصر تجد الكثير من المنافسين هم في الاصل عشاق لكريستيانو. تاليسكا على جهه اليسار يبحث عن التمرير، يبحث عن الزميل، يبحث عن كريستيانو، لكن التغطيه من جانب الدفاع، الابعاد الى كويكبي. الكويكبي وصل الميدان،
الغامدي تغطية وتدخل إلى صليهم بيتي مارتينيز نحو كريستيانو رونالدو. محاولة مرور أمام زحمة لاعبين، تغطية وتدخل ثم بعد ذلك إلى غريب، كرة عرضية من جانب غريب، تغطية وتدخل من الدفاع وبعد ذلك تبعد إلى ركنية. رونالدو كان يطالب بشيء في اللقطة الماضية ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء، كانت المطالبة بركلة جزاء من جانب رونالدو أمام مارسيل تيسيراند اللي كان في تجارب عديدة في أوروبا مع فولفسبورغ، مع لانس في فرنسا، موناكو، مع فنربخشي في تركيا. بالنسبة للاعب الكونغولي الكرة الثابتة تخصص لبيتي مارتينيز مصاعد النصر الأرجنتيني، يلعب كرة عرضية داخل المنطقة لكن كوايسن في التغطية. شوف أمامك الصورة، النصر كله في ملعب الاتفاق، في مناطق الاتفاق يهاجم بأكبر عدد من اللاعبين، وكرة فيها تغطية اتفاقية أخرى. كم ركنية عدد؟ ثلاثة إلى أربع ركنيات نصراوية. لا زال البحث عن هدف أول في هذه القمة. كرة فيها تغطية تحولت إلى ركنية أخرى لمصاعد النصر للعالم في هذه الأثناء. محاولة من بيتي مارتينيز، عودة لعبد المجيد، صليهم بكرة عرضية لكن الدفاع يتدخل مرة أخرى، وبعد ذلك محاولة فيها تغطية من جانب خيبري تأمين كرة إلى رمية جانبية نصراوية. جمهور النصر يترقب بالتأكيد بداية كريستيانو مع فريقه الجديد. رونالدو اللي أمامه الكثير من التدخلات والتغطية والمراقبة اللصيقة ومحاولة عدم إعطاء المساحات. الاتفاق أيضا يعاني في هذا الموسم على مستوى الهجوم. الاتفاق تصور في 13 مباراة عنده فقط 12 هدف، وهدافه في هذا الموسم فيتينهو مع الياكاتي كل لاعب سجل فقط هدفين. الكرة لتاليسكا، تاليسكا لوحده سجل أكثر من أهداف الاتفاق. لمسة تصل مرة أخرى للوراء، محاولة لمصعدة أندرسون بدون تركيز، العودة بعد ذلك على جهة اليسار. الهجوم المتواضع للاتفاق لا يعني أن الموسم سيء لهذه الدرجة، لأن كان عندهم بعض المباريات الحلوة. تغطية تدخل إبعاد إلى رمية جانبية، العبري يتدخل ثم رمية جانبية. كنت أتكلم أنه بعد انتقال إنييستا على سبيل المثال إلى اليابان لم يحظى الدوري الياباني بتلك المتابعة اللي نشاهدها اليوم في دوري روشن السعودي، وابتداء من هذه المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع النصر. التغطية والتدخل والإبعاد، الكرة إلى رمية جانبية. نياكاتي، تدخل كان بجانب عبد الإله العامري. الكرة تبقى للكوماندوس، لمسة في وسط الميدان. خطيب هزاز إلى روبن كوايسن، عودة بعد ذلك للوراء عند باولو فيكتور. طويلة كرة باولو فيكتور أمامية لكنها أيضا أقرب إلى سطال غنام، ضاعت من السعادة فيتينيو. فيتينيو يبحث عن الحلول. فيتينيو مباراة مفتوحة بالتأكيد، فيها مساحات كبيرة، ولكن النصر أفضل على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 60% في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء. الكرة فيها تغطية وتدخل وإنذار أول في أحداث هذه المباراة على سيد المولد. إنذار أول على السيد المولد، المدافع الأيمن في قائمة كارتيرون، تهور في اللقطة الماضية وبعد ذلك بطاقة صفراء، هي الأولى في أحداث هذا اللقاء. هذه اللقطة اللي كانت من سيد المولد، اعتبر أنه في الدفاع بتهور كبير. خالد الطريس حكم هذه المباراة. الكرة من جانب تاليسكا، تغيير اتجاه اللعب، صليهم حولها الى سلطان غنام للنصر على مستوى الهجوم. تحرك بجانب كريستيانو، لمسه بينيه لكن الدفاع تدخل. مارسيل يبعد الكره بعيده ورميه جانبيه لمصعد النصر لعبد المجيد الصليهم. مباراه في اتجاه واحد في بعض الاوقات، في بعض الاوقات النصر شوفه هو اللي يمسك الكره اكثر، يسيطر على اللعب في الدقائق الماضية، ولكن بالقليل من الكرات الخطيرة حتى الآن أمام دفاع يبدو منضبط منظم في الخلف بالنسبة لعناصر الاتفاق. بيتي مارتينيز، تغيير اتجاه اللعب نحو غريب لكن التغطية من جانب سعيد مولد.
جماهيرية كبيرة جدا في مدرج العالمي. الكرة تصل مرة أخرى للخلف لمصاعة الاتفاق. طبعا نصر في هذا الموسم أيضا يضرب أرقاما كبيرة في معدل الحضور الجماهيري للمباريات. أفضل ناديين في هذا الموسم حيث الحضور الجماهيري الاتحاد والنصر. كرة طويلة لكنها بعيدة عن الكل وبعد ذلك سهلة إلى يد حارس المرمى نواف العقيدي. 23 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول، صفر مقابل صفر، لكن أجواء حية وأجواء جميلة في المدرجات وجمهور يترقب فريقه في هذه المباراة، يحفز لاعبيه في هذه الأمسية ويترقب أكثر كريستيانو في الظهور الأول. تاليسكا لرونالدو يحاول على حدود المنطقة الأحمق، تاليسكا تغطية وتدخل وبعد ذلك الكرة أقرب إلى باولو فيكتور، سهلة إلى باولو فيكتور. شوف الوانتو الثنائيات بين رونالدو تاليسكا فيتينيو في التدخل، لمسة بدون تركيز أقرب إلى سلطان غنام. إيقاف اللعب على ما يبدو في هذه الأثناء بسبب إصابة عبد الرحمن غريب، بالسلامة إن شاء الله، وأيضا الخطيب عبد الله بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. بعد 25 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة، التعادل لا زال يخيب على الأجواء، صفر مقابل صفر في مرسول بارك بين النصر والاتفاق في المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد. طبعا من ضمن غيابات النصر عن هذه المباراة دافيد أوسبينا، دافيد أوسبينا اللي تعرض لإصابة قوية في مباراة فريق الماضية ضد الشباب، والجمهور الحاضر في هذه المباراة ليس فقط في من المملكة، لنشوف أمامك وجوه مشجعين من شرق آسيا من أماكن عديدة يتابعون أحداث هذه المباراة ويترقبون بالتأكيد أيضا ظهور رونالدو الأول كريستيانو اللي فعل كل ما يريده في كرة القدم وحقق كل ما يحلم فيه أي لاعب كرة على مدار تاريخ كريستيانو رونالدو في الأندية اللي مثلها. رونالدو كان عنده شغف كبير في كل محطة، في كل محطة يشارك فيها. دافيد أوسبينا يلقى الحب الكبير من جمهور النصر والتحية الكبيرة في لفتة رائعة غير عادية من جماهير العالم للحارس الكبير دافيد أوسبينا بعد أن تعرض لإصابة في المباراة الماضية ضد الشباب، وبالتالي غيابه لفترة من الموسم ربما حدود شهرين لا أعلم بالضبط مدة الغياب بالنسبة لدافيد أوسبينا، لكنه بالتأكيد خيبة أمل كبيرة على غيابه في الفترة القادمة. لذلك التحية الكبيرة والمبادرة الرائعة من جانب جماهير النصر لحارسهم الكولومبي دافيد أوسبينا، والتحية والحب الكبير للحارس المتألق في هذا الموسم. لمسة طويلة تمنى له الشفاء والعودة السريعة بالنسبة لدافيد أوسبينا حارس نابولي وقبل ذلك أرسنال ومع منتخب بلاده كولومبيا. لمسة تصل على جهة اليسار، محاولة إلى بيتي بعيد عن مارتينيز، بعيد عن مارتينيز. نشوف تبادل أدوار بين بيتي غريب، في بعض الأوقات تاليسكا يتحول إلى جناح أيمن. رودي غارسيا يبحث عن حل للوصول إلى مرمى الاتفاق، يغير في أدوار اللاعبين، شيء يثبت عليه رودي غارسيا أنه يبقي رونالدو قريباً من مرمى الخصم كرأس حربة كمهاجم صريح. وبالتأكيد في المساندة بين تاليسكا بيتي وغريب، تبادل في مراكز وأدوار هذا الثلاثي. الكرة أقرب لمصعة سعد الموسى، إبعادها لكن بالخطأ أقرب نحو بيتي مارتينيز خطير مصروية. غريب في التمرير لكنه بعيد على كريستيانو، بعيد على رونالدو. اللقطة الماضية من جانب غريب تحت عين كريستيانو. هنا نشوف الأثر الضربة اللي تلقاها، الاحتكاك القوي اللي كان مع كيلور ناماس في مباراة نجوم النصر والهلال ضد نجوم بي اس جي، نجوم موسم الرياضة أمام نجوم باريس سان جيرمان اللي انتهت بتسجيل 9 أهداف كاملة، 5 مقابل 4، 4 أهداف لنجوم موسم الرياضة، 2 منها كانت لكريستيانو رونالدو، 1 منها كان على أمام كيلور نافاس وأمام راموس الأصدقاء السابقين ورفقاء الدرب لمسيرة لا تنسى في تاريخ ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو. تدخل كان في هذه اللقطة من العامري وكوايسن بالسلامة إن شاء الله. كثير من التوقفات أثرت على مردود شوط المباراة الأول.
لكن ربما يتساءل بعض عن الخيارات المتاحة في الدكة بالنسبة لرودي غارسيا. سامي النجعي موجود على دكة البدلاء. نواف بوشل، الوافد الجديد من الفتح، علي الحسن، بشاري بوف، أيمن يحيى، محمد مران، محمد آل فتيل. بالنسبة لنصر خياراته في الدقائق القادمة بحسب ظروف هذه المباراة، إذا تأخر الوصول إلى مرمى الاتفاق، لأن النصر يبقى المرشح، ولكن المرشح لا يعني كل شيء. بالنسبة للاتفاق في دكة بدلاء، عبد الرحمن العبيد، الغامدي أحمد، حامد الغامدي، ريال بلوشي، عبد الرحمن عبد القادر، فهد غازي، تركي والجوش، عبد الله السالم، نواف هزازي، خيارات كارتيرون اللي أيضا عنده غيابات مهمة هذا في هذا اللقاء، وعلى رأس الغيابات طبعا نجم التونسي الدولي نعيم السليط الغائب بسبب الإصابة. الكرة أقرب لدفاع الاتفاق، الضغط العالي من جانب تاليسكا، بعد ذلك الكرة نحو ضربة مرمى للحارس باولو فيكتور. يسعى دائما فريق كارتيرون، أظنها تعليمات من المدرب، تكسير رتم المباراة، امتصاص الحماس، تهدئة المباراة، وبعد ذلك محاولة جر النصر إلى التعادل في شوط المباراة الأول، وانتظار دورهم بعد ذلك في الهجمات المرتدة أو الكرات الثابتة. بالنسبة لرودي غارسيا الوضع مغاير تماما، مطالب فريقه دائما ما يطالب فريقه بالهدف، بالتقدم، وبعد ذلك يكون الفريق في وضعية أفضل والخصم في وضعية أصعب. فيتينيو يحاول يمر أمام أكثر من لاعب، غنام في التغطية نحو بيتي، مارتينيز، سلطان غنام، صليهم إلى بيتي، تغطية وتدخل، بعد ذلك الكرة إلى رمية جانبية كانت من فيصل الغامدي بالرقم 16، لاعب يؤدي مباراة كبيرة بصراحة في وسط الميدان. سلطان غنام، النصر في هذا الموسم في وضعية مثالية جدا، انتصاره طبعا في هذه المباراة سيعني حصول على الصدارة، كرة تصل أو استعادة للصدارة، كرة ومحاولة من جانب غريب يبحث عن التمرير، محاولة بناء البحث عن حل بلمسة على جهة اليسار، سليهم، تحرك من جانب رونالدو بالرأس، تقدم نصراوي، تاليسكا نصراوي، 1-0 بضربة رائعة من جانب أندرسون، شوفها مرة أخرى، العرضية من جانب صليهم، رونالدو مسحها، تاليسكا حطها، كلهم في خدمة النصر العالمي، 1-0 عن طريق هداف الدوري ونجم الفريق أندرسون تاليسكا. هدف تاليسكا الأول، 1-0 للنصر بعد بعض المحاولات الخطيرة، الوصول أخيرا، المراقبة لكريستيانو، لكن الهدف كان عندك يا تاليسكا، مسح رونالدو براسه، تابعها تاليسكا بعد ذلك، القائد يهنئ الهداف، النصر يصل للهدف الأول. الجماهير في فرحة غير عادية، الأجواء عالمية في مرسول بارك، الصدارة نصراوية، اللون الأصفر طاغي في دوري روشن السعودي حتى الآن. الكرة لباولو فيكتور، طويلة أمامية باتجاه كويسون، رأسية، ولكن التغطية أمام الهجوم الاتفاقي، لياكاتير سعيد أمام سلطان غنام، يبحث عن الحلول بالكعب للوراء، حلوة باتجاه كويسون، عرضية لكن فيها تغطية، وبعد الكرة على كويكبي، في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى للحارس النصراوي المرتاح تقريبا في مباراة اليوم نواف العقيدي. عرضية في منتهى الروعة من جانب السليم يا ولد، الكرة العرضية في منتهى الروعة، كريستيانو الارتقاء، تاليسكا الضربة، النصر الهدف، الجمهور الفرحة، التقدم، الاندفاع، الهجوم، الوصول، الهدف، الصدارة، القمة، الجماهير، العيون اللي على العالم في هذه الفترة بالذات بعد ضمه كريستيانو الكبير. الكرة تصل مرة أخرى، بيتي يبحث عن الكرة، فيها تغطية صافرة من الحكم، وخطأ على بيتي مارتينيز، خطأ على بيتي مارتينيز،
37 قناة حول العالم تنقل أحداث هذه المباراة بين النصر والاتفاق، مرة أولى في تاريخ بطولة عربية أو آسيا أو حتى في قارة آسيا ككل، ليس في الوطن العربي، إن يكون عندك في مباراة محلية هذا الكم من الاهتمام وهذا هذه المتابعة الكبيرة بالخطة. رونالدو رونالدو، الجمهور النصراوي بعد حين ستسمع هذه النغمة، اسمعها بعد شوية، اسمعها بعد شوية. الكرة لمصلحة النصر، نبي رونالدو وتاليسكا أمام فرصة في مكان خطير للغاية. الصاروخ موديرا ظهور أول، لا يمكن أن يكون عابر فقط بدون أن يذكرنا بأيامه الرائعة وأهدافه الكبيرة، بالتأكيد من بينها الكرات الثابتة. لن ننسى تلك الضربة يا كريستيانو رونالدو. رونالدو أيام مانشستر ضد بورسموث وليالي مدريد التي لا تنسى. صاروخ موديرا، كريستيانو على تنفيذ خطأ بعد 35 دقيقة، هل هي كافية الوصول إلى مرمى الاتفاق وأول أهداف رونالدو؟ رونالدو أمام كرة ثابتة، رونالدو حطها لكنها جاءت عالية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى اللقطة الأخيرة من جانب كريستيانو، تسديدة لكنها مرت فوق المرمى. العيون والأنظار والصور في انتظار هدف كريستيانو، لكن الكرة جاءت فوق المرمى، كرة صاروخ موديرا في اللقطة الماضية. طويلة الكرة باتجاه كويكبي، كويكبي يحاول على جهة اليمين، كويكبي يحاول يمر أمام خيبري، يحافظ على كرته، تغطية بروعة من جانب الخيبري، بلمسة إلى عبد الرحمن، غريب الكرة للوراء نحو مادو، مادو في بناء الهجمة النصراوية أمامية، كريستيانو إلى غريب، ضاعت منه، استعادها مرة أخرى كويكبي، الكرة في وسط الميدان. عبد الرحمن في المباريات على الأقل في تجربته مع النصر، في المباريات اللي يدخل فيها كبديل غريب يعطيك تأثير أكثر من كونه يلعب مباراة بشكل أساسي. أكبر دليل ما حدث في الديربي في هذا الملعب، هدف التعادل في تلك الموقع الكبيرة اللي كان عن طريق عبد الرحمن الغريب. كرة تعود مرة أخرى جهة اليسار إلى الخطيب، عبد الله الخطيب للوراء، بعد ذلك نحو مارسيل تيسران، طويلة كرته، محاولة باتجاه نياكاتي أمام عبد الإله العمري في انتظار مساندة، خطيب قرب له أو عنده في تينيو لمصلحة الاتفاق. الكوماندوز في الهجوم بتمريرة تصل إلى نياكاتي، حاول يمر نياكاتي داخل منطقة الجزاء، تسديدة لكنها بعيدة، بعيدة جدا كرة نياكاتي، كرة نياكاتي جاءت بعيدة. تسديدة نياكاتي يوسف، تجارب عديدة حتى في المملكة مع وحدة مع اتحاد واليوم مع الاتفاق. الكرة اللي كانت من كريستيانو باتجاه عبد الرحمن غريب، سوء التفاهم بين الثنائي في اللقطة الماضية لواحدة من اللمحات الفنية الرائعة لرونالدو في هذه الأمسية. الكرة تعود مرة أخرى إلى عبد المجيد صليهم، صليهم عودة للوراء. مباريات النصر ستكون محط أنظار الليلة القادمة والمعركة القادمة في كأس السوبر. طويل الكرة، محاولة باتجاه تاليسكا، يحاول وصول الكرة، تاليسكا في خطأ بالدار، خطأ على تاليسكا ولمصلحة سعد الموسى. نشوفها مرة أخرى، تاليسكا كان يطالب الحكم بأنه لقطة عادية، أنه لم يكن دفع وأنه كانت بالكتف بشكل قانوني، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود خطأ خالد الطريس في اللقطة الماضية ضد أندرسون تاليسكا ولمصلحة الاتفاق. شوط متوسط المستوى الذي سجل من خلالها تاليسكا الهدف الأول. كرة فيها تغطية من جانب مادو في الوقت اللي فيه الاتفاق على استحياء، محاولات قليلة. النصر في هذا الموسم 9 انتصارات، 1-0 على الوحدة، 2-1 على ضمك، و4 رباعيات كانت ضد الباطن، 4-0
الفيحة بذات النتيجة 4-1 على العدالة والرأي. تغيير اتجاه اللاعب كويكبي على اليمين في مكان خطير مولد انتظار كويكبي حطم ولكن بروعة في يد الحارس العقيدي. أول تهديد حقيقي للاتفاق في كورة بين الخشبات الثلاث لكنها سهلة في يد العقيدي. كريستيانو عودة إلى تاليسكا تغيير اتجاه اللاعب في المساحة إلى غريب خطيرة مصراوية محاولة في جهة اليسرى غريب ينتظر تحرك رونالدو لمسة فيها تمريرة لكن التغطية إلى غريب مرة أخرى. العودة لتاليسكا تاليسكا يغير اتجاه اللاعب سلطان الغنام للنصر محاولة في هذه الأثناء الكرة مع صليه بالونتو لكن صليه مر بمهارة عالية تمريرة أروع نحو الغنام محاولة داخل منطقة الجزاء لكن ضاعت منه. تراجع واضح بصراحة في مستوى سلطان الغنام في هذا الموسم أقل في عن المواسم الماضية اللي كان فيها من أهم الركائز أهم اللاعبين جبهة يمنى غير عادية. اليوم في هذه المباراة أقل على مستوى المردود الهجومي ونتذكر طبعا سلطان في 2018 في 2019 كرات غريب اللي خلصها الدفاع في آخر لحظة. الكرة لمصلحة مارسيل تيسران لم نشاهد الكثير من جانب فيتينيو طويل الكرة إلى نياكاتي تدخل إبعاد الكرة من سلطان الغنام لكنها تعود في وسط الميدان خايبري بروعة كبيرة مر في وسط الميدان محاولة لمسة للوراء بجامي اللي يعوض غياب كونان في هذه المباراة. طويلة كرة تاليسكا محاولة باتجاه كريستيانو تغطية من الدفاع محاولة غريب لكن التغطية في اللحظة الأخيرة خطيرة النصر ضاعت في آخر لحظة. اللقطة الماضية اللي كانت على أعتاب المرمى بين عبد الرحمن غريب وكذلك كريستيانو شوفها مرة أخرى تاليسكا حطها طويلة لكن سعيد المولد في توقيت حاسم خيبري تدخل وخطأ لمصعب كرة للأمام محاولة لبناء هجمة باتجاه فيتينيو طالت عليه في الأخير تحولت إلى رمية جانبية رمية جانبية لا يمكن طبعا لا أظن ذلك أنه في أول مباراة لا يترك رونالدو بصمة لا أعتقد أنه سيمر بدون أن يترك بصمة في هذه المباراة. بالنسبة لكريستيانو رونالدو كرة تصل نحو بيتي مارتينيز تمريرة الرد إلى بيتي مارتينيز بناء هجمة طبعا كريستيانو رونالدو بعد المونديال كان في معسكر في مدريد نفس محاولة لمصلحة النصر في جهة اليسرى الكويك بافتكاك كرة أمام الأجامي سعادها الأجامي إلى كريستيانو أقرب لعناصر اتفاق سلام سعادة خطيرة باتجاه بيتي ضاعت من بيتي محاولة اتفاقية في وسط الميدان لمن الكرة لمصلحة فيصل غامدي الآن مرة كبيرة بصراحة لفيصل غامدي لاعب جيد في وسط الميدان دور محوري مهم قراءة اللاعب بشكل جيد أدوار مزدوجة بين الدفاع والهجوم صاحب الرقم 16 في تشكيلة باتريس كارتيرون لمسة اتفاقية عودة للوراء باتجاه مارسيل تيسران بكرة على جهة اليسار إلى الخطيب فيتينهو لاعب مهاري البرازيلي بلمسة في المساحة إلى الغامدي كرة فيها تغطية من جانب سلطان الغنام خيبري غريب إلى خيبري الغنام في وسط الميدان صليهم بشكل جيد بين عناصر النصر مثلثات مربعات تمريرات في مساحات ضيقة عمل كبير في اللقطة الماضية من خط الوسط النصراوي وتهدئة اللاعب بعد التقدم بهدف الفريق الآن يحافظ على توازنه وينتظر بعد ذلك الدقائق القادمة ربما البحث عن هدف ثاني تأمين النتيجة أو إنهاء الشوط الأول بهذه الوضعية الضغط يكون أكبر على فريق كارتيرون. تاليسكا طويلة باتجاه رونالدو تحضير بالرأس بعيدة وصعبة على بيتي مارتينيز صعبة على بيتي اللقطة الماضية تاليسكا دور مهم جدا في مباراة اليوم مساندة لكريستيانو يسعى تاليسكا
مساندة كريستيانو في الهجوم. ياكاتي مر بروان، ياكاتي مر بروان، ياكاتي مر، ياكاتي يحاول لكن التغطية حافظ على كرته، لمسة لفيتينيو، تسديدة لكن بعيدة بروان كبيرة. ياكاتي الدبابة، ياكاتي بين أكثر من لاعب، وين أمادو راح؟ ذهب أدراج الرياح. ياكاتي الوحدة أمام أكثر من مدافع نصراوي، نجح في المرور وبعد ذلك التمريرة، تسديدة من فيتينيو. التفاهم كان غير موجود مع كوايزن اللي تأخر في التحرك، وبعد ذلك ضاعت فرصة اتفاقية ثانية تقريبا في شوط المباراة الأول، أو ثلاث فرص. كرة كانت بجانب الكويكبي، تسديدة لكنها في يد الحارس نواف العقيدي، وبعد ذلك فرصتين، واحدة من فيتيني، واحدة من نياكاتي، مرت خارج المرمى. طويلة الكرة للأمام باتجاه تاليسكا، لكن التغطية، الإبعاد من الدفاع سهلة بعد ذلك إلى باولو فيكتور. الخطيب بجانب الاتفاق يحاول بلمسة أمامية لكنها بعيدة، صعبة على روبن كوايزن. كوايزن الدولي السويدي في قائمة الاتفاق. الاتفاق في هذا الموسم 4 انتصارات، 4 تعادلات، 5 أسام، سجل 12 هدف وفي مرمى 12 هدف. كرة إلى كوايزون، تمريرة باتجاه فيتينيو، فيتينيو مر من العابر، فيتينيو عدى على جهة اليسار، تمريرة خطيرة إلى كوايزون وفرصة لكن الأجامي في اللحظة الأخيرة. خطيرة اتفاقية، الاتفاق بدأ مناوشات الهجومية وبدأ يضغط أكثر على مرمى الفريق النصراوي. النصر يشوف عنده بعض الأخطاء الدفاعية في بعض المواقف، كان عند الاتفاقين الفرصة للوصول إلى مرمى النصر بسبب مشاكل في الخط الخلفي. كرة تعود مرة أخرى، لمسة في وسط الميدان، طويلة باتجاه كوايسون داخل منطقة لكن أقرب إلى حارس المرمى، سهلة لنواف العقيدي. 45 دقيقة انتهت، دقيقتين كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. طبعا غياب الفارو يثر على التركيبة الدفاعية للنصر، تفاهم أكبر مع عبد الإله العمري في وسط الدفاع النصراوي. خايبري في وسط الميدان إلى تاليسكا، العائد الوراء تاليسكا للبحث عن الكرات الطويلة، لإرسال الكرات الطويلة. خايبري إلى مادو، مادو بلمسة للأمام، محاولة باتجاه عبد الرحمن غريب، تغطية وتدخل، كرة تبعد إلى ربية جانبية. شوط أول رونالدو كان عنده كرة ثابتة فوق المرمى ومساهمة في تسجيل هدف بعد تحركه، مسح الكرة تقريبا برأسه، قابلها تاليسكا بالقوة الكافية ليضع الكرة في الشباك. محاولة تعود الوراء إلى عبد المجيد، صلاحهم للوراء. يبدو أن الشوط أول بهذه الوضعية، بهذه النتيجة، بهذا التقدم المستحق للنصر على حساب الاتفاق للعالمي، على حساب الكوماندوس. كرات نصراوية، موسم صعب للغاية، وبالتأكيد أنه لا يزال عندك الكثير من المواعيد الكبرى. تحول هجومي نصراوي من جهة اليمين، تعال إسكاب يلعب كرة عرضية، دفاع تدخل إلى الغنام مرة أخرى، محاولة لمصعة عبد الرحمن غريب، الوانتو لا تمر، وتغطية وتدخل بعد ذلك من جانب الدفاع، إبعاد إلى فيتينيو، وفيتينيو يحاول في هجمة معاكسة لمصعة الاتفاق في ناحية اليسار، تغطية تدخل إبعاد، بعد ذلك تحولت الكرة إلى خارج الملعب، وصافرة الحكم تنطلق لتنهي أحداث شوط أول. جيد المستوى، متوسط في بعض الأوقات، كان أقل من ذلك في بعض الأوقات، كان الرتم ارتفع شوية. شوط أول في هذه المباراة في ساحة النصر في مرسول بارك، النصر يؤمن على النتيجة 1-0 في هذا الشوط الأول. ننتظر معكم شوطا ثانيا أكثر قوة من الفريقين. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وللتأكيد لا تخلو من الرؤوس من السوق 9 ريال أو 10
نعلم لكم جمهورنا العزيز بعض مشاركاتكم وعمقتكم. شكرا جزيلا لمشاركاتكم المميزه دائما. شكرا لزميل عزيز عبد العزيز البكر، شكرا لكباتنا الاعزاء وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. مشاهدي اس اس سي تحياتي لكم من هنا في ملعب مرسول بارك، حيث الشوط الثاني من هذه القمه في هذا الجوله او في الاسبوع الرابع عشر من بطوله دوري روشن السعودي. وقد انتهى اللقاء الذي يجمع بين النصر بقياده كريستيانو رونالدو ضد الاتفاق. شوط اول انتهى بتقدم النصر بهدف مقابل لا شيء، حمل توقيع أندرسون تاليسكا. الشوط الأول الذي كان في بعض المحاولات من الجانبين سيطرة أكثر كانت من المعسكر النصراوي، أفضلية على مستوى الاستحواذ على الكرة وابتكار الفرص، ولكن في الأخير نصر جاءت له فرصة حقيقية استغلها عن طريق تاليسكا وضاعت أكثر من كرة أخرى منها ثابتة لرونالدو. شوط أول اتفاق ظهر فيه بشكل جيد في الخلف، حاول بعض الكرات المرتدة وشكل خطر على مرمى نواف العقيدي بدون أن يتمكن من الوصول إلى شباك النصر في شوط المباراة الأول. شوط ثاني سينطلق بدون إجراء تغييرات، نفس الأسماء التي بدأت المباراة لكلا الفريقين. كل التوفيق لطاقم التحكيم للفريقين في تقديم شوط ثاني أكثر متعة في هذه الأمسية الكروية في ساحة النصر على ملعب مرسول بارك. كريستيانو رونالدو عودة للوراء بلمسة إلى خيبري، رونالدو يحاول البحث عن حلول، كرة على جهة اليسار إلى عبد الرحمن غريب بكرة عرضية سهلة للدفاع، إبعاد من جانب سعد الموسى، رأسية للخلف، كرة تصل إلى عبد الإله العمري الخيبري، لا جامع الأرض بالسلامة إن شاء الله. إيقاف اللعب بسبب إصابة لا جامي، علي تعرض لتدخل، احتكاك كان مع نياكاتي في اللقطة الماضية. ألف سلامة لعلي لا جامي ليلعب كظهير أيسر في مباراة اليوم مثل ما ذكرت، يعوض غياب جيسران كونان الغائب عن هذه المباراة، وبالتأكيد سيكون خيار قادم في الأيام القادمة في الجولات القادمة. اليوم لا جامي يعوضه كظهير أيسر في هذه المباراة، مع وجود أيضا صفقة جديدة في نادي النصر، لاعب القادم من الفتح وهو نواف بوشل المنتقل حديث النصر موجود على دكة البدلاء. غارسيا يتأكد من حالة مدافع الأيسر. شوط ثاني ينطلق بدون تغييرات لا من جانب غارسيا أو باتريس كارتيرون. كارتيرون تجارب عديدة في الوطن العربي مع أندية مختلفة في أفريقيا مع الرجاء المغربي، أيضا كان في مصر نادي الأهلي الزمالك. كرة في وسط الميدان حلوة، تمريرة باتجاه تاليسكا خلصها بعد ذلك الغامدي. مباراة كبيرة جدا لفيصل، فيصل بكرة فيتينيو، مهارة عدة فيتينيو بروعة كبيرة في اللقطة الماضية. خطأ يحتسب حكم المباراة محظوظ خيبري في أكثر من موقف أنه لم يحصل على إنذار، هذا التدخل لم يكن من خيبري، لا يسعق عليه شيء، التدخل كان من سلطان غنام في اللقطة الماضية. الكرة لمصلحة الاتفاق عن طريق فيتينيو البرازيلي ليخوض موسمه الأول، القيادة عند الكويكبي محمد الكويكبي. كرة أمامية محاولة فيها تغطية، إبعاد من جانب الدفاع النصراوي بدون تركيز، سهلة للخلف، لمسة تصل عند سعيد المولد. الكويكبي أمام تدخل من جانب إلى جانب، كل عطاء غريب، كل عطاء بيتي مارتينيز. نهاية شوط المباراة الأول نشاهد منهم الكثير، كرة فيها محاولة سهلة في يد نواف العقيدي. الخيارات المهمة على مستوى الخط الهجومي اليوم الفريق افتقد بصراحة للويس جوستافو. لويس جوستافو اللي قدم مباراة كبيرة جدا ضد بي اس جي في مع فريق نجوم موسم الرياض، الأداء الكبير اللي كان عليه لويس جوستافو وتأثيره في المجموعة أعطى التوازن للنصر. طويلة الكرة في المساحة صعبة على الكويكبي، بعيدة على الكويكبي، بعيدة على الكويكبي، بعيدة تمريرة مارسيل تيسران على محمد الكويكبي. طويلة الكرة باتجاه تاليسكا، تأمين الكرة إبعادها من سعد الموسى إلى رمية جانبية لتاليسكا،
عودة للوراء باتجاه خيبري. أندرسون للوراء نحو صليهم. العمري بكرة على جهة اليمين. نصراوية في هذه الأثناء. الغنام كريستيانو. الغنام مرة أخرى. بيتي مارتينيز إلى رونالدو. بيتي مارتينيز تراجع اتفاقي، تضييق المساحات. النصر يبحث عن الثغرات، عن الحلول، عن الطرق المؤدية إلى مرمى الحارس باولو فيكتور. بيتي مارتينيز، عبد المجيد مرة أخرى، كرات نصراوية نحو بيتي. استحواذ في هذه الأثناء للنصر وتراجع للاتفاق، وهذا وضع طبيعي بصراحة، لأنه النصر يخوض المباراة في ملعبه بين جماهيره، ولأن النصر أيضا لديه إمكانيات أعلى. محاولة من جانب غريب للبحث عن حل، يحافظ على كرته، تأخر شوية، استعادها صليهم. مارتينيز، تاليسكا، العائد للوراء بكرة إلى سطال غنام. تاليسكا، عبد المجيد الصليهم، البحث عن كرة عرضية، فعلا عرضية لكن الدفاع أقرب، تدخل في اللحظة الأخيرة، إبعاد لكن بالخطأ. بيتي مارتينيز على حدود منطقة الجزاء إلى سلطان. الغنام يبحث عن كرة عرضية داخل منطقة لكن الإبعاد من الدفاع. تاليسكا عداها، تصل إلى خيبر، إرادها على الطائر، عادت إلى فيتينيو. فيتينيو بويسون في وسط الميدان لمصلحة الاتفاق. الكرة الطويلة لكن معها صافرة وخطأ، يحتسبها حكم المباراة على عبد المجيد الصليهم. تدخل في هذه الأثناء وخطأ ضد عبد المجيد الصليهم. مش عارف إذا كان كريستيانو رونالدو يلعب 70 دقيقة أو أقل، يلعب المباراة بأكملها. سننتظر خيارات رودي غارسيا في مباراة الليلة، لأنه منذ نهاية كأس العالم رونالدو أول مشاركة رسمية لكريستيانو، كرة طويلة بالتالي بعيد عن لياقة المباريات، أقل في مردودة بطبيعة الحال، رغم أنه قدم أداء كبير في مباراة بي اس جي. محاولة على جهة اليسار، الفرصة من جانب فيتينيو، تغطية من الدفاع. العامري يلعب بالنار، رياكاتي في كل مكان. الكرة تعود مرة أخرى، عرضية اتفاقية أخرى، يبعدها الدفاع. مادو يتدخل، رمية جانبية لمصلحة الاتفاق. في بعض الأوقات يشعرك بخطورة الاتفاق. ولذلك فإن رودي غارسيا سيسعى لحسم الأمور بهدف ثاني في هذه المباراة لتأمين النتيجة. كرة أمامية، محاولة باتجاه كوايسون. الغامدي والعمري تدخل، رمية جانبية لمست في كوايسون على ما يبدو. في قرار الحكم كرة عبد الإله في اللقطة الماضية، بالتالي رمية جانبية نصراوية لسلطان غنام. بدون تركيز أقرب للوراء، تعود نحو حارس المرمى. باولو فيكتور بلغة الأرقام في المواجهات السابقة، النصر يملك أفضلية أمام الاتفاق بمختلف مسميات الدوري، وحتى قبل تصنيفه كدوري محترفي. كرة تصل أقصى جهة اليمين بعيدة على سعيد المولد، بعيدة جدا، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى اجتهاد في الجبهة اليمنى من جانب المدافع السابق في النادي الأهلي سعيد المولد. عبد المجيد صليهم للوراء إلى عبد الإله، صليهم للعمري مرة أخرى بناء هجمة نصراوية. هذه الوضعية، النصر يحصل على 3 نقاط ثمينة لو استمرت الأمور على حالها في هذه المباراة بهذه النتيجة، ويستعيد صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة. وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لفريق رودي غارسيا مع الغيابات المهمة في مباراة اليوم، بدون كونان ألفارو لويس. لمسة لتاليسكا، مادو في وسط الميدان بكرة أمامية نحو كريستيانو رونالدو. رونالدو إلى غريب، جهة اليسار يبحث عن حلول. عبد الرحمن غريب، تمريرة الرد إلى رونالدو. كريستيانو التسديدة لكنها بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ركنية. حلوة لقطة ماضية،
رونالدو تسديده صدمت في الدفاع من جانب كريستيانو، ثاني مرة تحديد من جانب رونالدو. الكرة الأولى تسديده من كرة ثابتة، الثانية بهذه الكرة من خارج المنطقة، تسديده اصطدمت في الدفاع في لاعب الارتكاز علي هزازي لتكون ركنية لمصلحة العالمي في هذه الأثناء لمصلحة النصر. الركنية متاحة على يساري باولو فيكتور بيتي مارتينيز. النصر يحاول مع هذه اللقطة بكرة عرضية بالراس يمعنى فيتينيو أصلاه مرادها على الطائر، كنترول خاطئ، مشروع مرتدة اتفاقية يقود كويكبي، تغطية وتدخل بجانب الدفاع النصراوي، وبعد ذلك الكرة إلى كريستيانو المتسلل. رونالدو تسلل عليه في اللقطة الماضية، إشارة بوجود تسلل على رونالدو. نعم تسلل كان واضح في هذه اللقطة على رونالدو. طويلة كرة أمامية أقرب إلى مادو، لمسة بدون تركيز، استعادتها من جانب سعيد المولد. رغم أن النصر في قمة الترتيب حاليا بهذه الوضعية، الاتفاق عاشر، وعلى مستوى الإمكانيات معطيات عديدة تأكد لك النصر أفضل حالا من الاتفاق، ولكن نشوف الاتفاقية في مباراة اليوم تبادل السيطرة في هذا اللقاء، في أوقات أخرى أو في بعض الأوقات يكون عندهم الكرة أكثر والاستحواذ أكثر والثقة في أنفسهم في بعض المواقف، كانوا قادرين على الوصول إلى المرمى النصراوي. النصر قل العطاء اليوم، بعض التغييرات اللي تمت في تركيبة الفريق الفنية، دخول غريب كلاعب أساسي صليهم والخيبري، حلوة من فيتينيو، مرة فيتينيو عنده مساحة، فيتينيو يحاول بكرة تغطية تدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة على سلطان الغنام ولمصاعتي فيتينيو في مكان خطير للغاية ولمصاعتي الاتفاق. شوفها مرة أخرى الجبهة اليسرى الخطيرة لمصاعتي الاتفاق، تدخل اعتبر في خطأ حكم اللقاء على سلطان الغنام، بالتالي كرة ثابتة في مكان خطير. كويكبي فيتينيو أمام فرصة اتفاقية خطيرة على المرمى النصراوي، ليست بعيدة على مرمى نواف العقيدي اللي تألق مع المنتخب الشباب مع الأولمبي في مسابقات عديدة، أثبت إمكانياته كحارس مرمى. الآن اختبار في هذه اللقطة، فيتينيو والكويكبي أمام هذه اللقطة، فيتينيو حطها لكنها بعيدة جدا، وبعد ذلك انتهت إلى ضربة مرمى. تسديدة جاءت بعيدة من جانب فيتينيو، أرادها في زاوية الحائط، شوفها وين راحت، بعيدة جدا نحو المدرجات من جانب فيتينيو اللي يخوض موسمه الأول مع الاتفاق، واحدة من اللقطات اللي كانت عنده في مباراة الليلة. بالنسبة لنجم البرازيلي فيتينيو، فيتينيو عنده 29 سنة، كان في فلامينغو، لعب في سيسكا موسكو، في انترناسيونال في البرازيل، في بوتافوغو أيضا، بعض التجارب المهمة في مشواره طويل. الكرة محاولة باتجاه رونالدو على جهة اليسار، يلعب كرة عرضية خطيرة، بيتي رواة كبيرة في اللقطة الماضية، مارتينيز بعد لمسة كريستيانو، تمريرة رونالدو لبيتي، مارتينيز خطها لعبة واحدة، شوفها مرة أخرى، خذها على الطائر، سريعة من خطيرة من جانب بيتي، ولكن باولو فيكتور يتدخل، وبعد ذلك الكرة إلى ركنية لمصلحة النصر، بيتي سيكون خلفه، مارتينيز على تنفيذ محاولة، الفرصة نصراوية من جانب بيتي، العيون على رونالدو، تاليسكا والبقية، كرة عرضية تبعد من الدفاع هذه المرة على الطائر، سليهم تسديدة حلوة اللقطة الأخيرة، الله يا سلام على الكرة والأروع، سليهم على الطائر بالقدم اليمنى، ولكن فيكتور باولو يتدخل في آخر لحظة للنصر مرة أخرى. بعيد الكرة، ضاعت الكرة، أقرب إلى خيبري، يعيدها إلى حارس مرمى نواف العقيدي. النصراوية أظن أنه
يعرفون يدركون أنها مباراة لا زالت صعبة، نتيجة لا تبعث على الاطمئنان حتى الآن في هذه المباراة الاتفاقية. يحبون العودة من الرياض بنقطة على أقل تقدير. الكويك بيحاول على جهة اليمين، تاليسكا في التغطية، حماية الكرة، تاليسكا في التغطية في التدخل، إبعادها بعد ذلك إلى رمية جانبية لسعيد المولد. طبعا سعيد المولد كما جرت العادة مثل ما عرفنا دائما في تجارب السابقة، الكرات الرميات الجانبية على طريقة الركنيات ترسل نحو القائم الأول. من يتابع في القائم الأول دائما ياكاتي، كرة طويلة لكن إبعاد من جانبي العمري، لمسة بيتي مارتينيز، مشروع مرتدة نصراوية غريب على جهة اليسار، الكرة للأمام باتجاه رونالدو، يصل كرة رونالدو، ينتظر مساندة أكبر، واحد على واحد يحاول يمر رونالدو، يحافظ على كرته، يبحث عن التمرير إلى بيتي مارتينيز، تاليسكا تسديدة، الله الكرة جميلة من جانب تاليسكا، روعة كبيرة لباولو لباولو لباولو، فيكتور المتألق أسلم في كرة أخرى ضاعت منه وانتهت خطورتها إلى ضربة مرمى، ضيعها وكان في المتناول وكان بالإمكان أفضل مما كان، وكانت فرصة خطيرة نصراوية، الضربة الرائعة القوية من جانب أندرسون، تعبير الكرة شوفها مرة أخرى رونالدو أمام دفاع الاتفاق بيتي مارتينيز، وفي الأخير أروع شيء كان هذه اللقطة القوية من جانب تاليسكا، تهديد حقيقي وكرة خطيرة يبعدها بروعة كبيرة الحارس باولو فيكتور. صد الكثير من الكرات في هذه المباراة باولو فيكتور، أبعد الكثير من الكرات الخطيرة باولو فيكتور، لمسة من جانب كريستيانو رونالدو على جهة اليسار بروعة إلى غريب، غريب يحاول مع هذه اللقطة لمصلحة النصر، الكرة للخلف عند تاليسكا، خيبري في وسط الميدان، رونالدو، صليهم، عبد المجيد للوراء، المتقدم عبد الإله العمري، بيتي مارتينيز إلى سلطان غنام، تحرك من جانب صليهم، البحث عن الكرة العرضية، تأخر في التمرير، يحافظ على كرته، ينتظر مساندة، لا زال يحافظ على الكرة، وبعد ذلك لا شيء، كان يبحث عن خطأ غير موجود في قرار الحكم، اللعب يستمر بكرة تعود إلى خيبري. يبالغ في المحافظة على الكرة عبد المجيد الصليهم في بعض المواقف، بالتالي يضيع منه بعض الكرات، لا يمنع ذلك من القول أنه يؤدي بشكل جيد في وسط الميدان في الربط بين الدفاع والهجوم، دور محوري مهم جدا مع عبد الله خيبري لاعب الارتكاز، لكن تشعر أنه الفريق فقد اللمسة بغياب لويس جوستافو في وسط الميدان في هذا اللقاء. بيتي طويل البحث عن تاليسكا، تاليسكا يحاول لكن الكرة بعيدة عنه، سهلة لباولو، سهلة لفيكتور، أكثر من ساعة اللعب في هذه المباراة، تسديدة الصليهم اللي كانت في منتهى الروعة، ولكن إبعاد أيضا كان جميل من جانب باولو فيكتور مع ردة فعل كريستيانو في اللقطة الماضية، كرة أمامية، مادو تدخل، مارسيل كويكبي ولد جهة اليمين، امواج نصراوية في المدرجات، لمسة تصل بعد ذلك لمصعة الكويكبي، يبحث عن تغيير اتجاه اللاعب في اليسار، محاولة لمصعة الخطيب عبد الله الخطيب للاتفاق فيتينيو، كرة باتجاه الكويكبي في مكان خطير على حدود المنطقة يبحث عن الحلول، اللمسة لسعيد المولد، البحث عن كرة عرضية من سعيد المولد سهلة عند العقيدي، سهلة لنواف، أجواء كبيرة جدا في المدرجات، أمواج نصراوية كانت في اللحظات الماضية في مرسول بارك وفي ساحة النصر، لا زال العالم العالمي متفوق في النتيجة بهدف تاليسكا، الاتفاق يحاول عودة في هذه الأمسية ولكن بدون نجاح، الكرة لمادو، لمسة إلى جهة اليسار، لا جامي، صليهم، غريب بعودة للوراء، العمري تغيير اتجاه اللاعب، سلطان غنام في الناحية اليمنى يبحث عن حل، طلب الكرة من جانب كريستيانو، طويلة الكرة لكن التغطية من سعيد المولد، إبعادها
على مرتين. فيصل غامدي مرة ثانية بعد الكرة. عبد الإله العمري. عاد النصر للسيطرة مرة أخرى للاستحواذ على الكرة والهجوم. كرة طويلة من جانب بيتي. مارتينيز يلعب الكرة إلى كريستيانو. رونالدو يحاول، رونالدو يحاول، رونالدو أمام أكثر من لاعب. تغطية وتدخل، لا شيء في قرار الحكم. ضاعت اللقطة الأخيرة، تحولت بعد ذلك أقرب إلى مادو، وبعد ذلك سهلة إلى حارس مرمى نواف العقيدي. سهلة لنواف العقيدي. يحتاج مساندة أكثر في وسط الميدان لاعبي خط الوسط. بالنسبة لرونالدو، لا أظن أنه حصل على فرص عديدة في مباراة اليوم. خط الوسط المصراوي لم يكن فعال في بعض الفترات هذا اللقاء، لم يقدم الكرات للخط الهجومي، لذلك لم تشاهد رونالدو كثيرا في منطقة جزاء الاتفاق أو تصل كرات خطيرة في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء. خيبري بلمسة للوراء، كرة تصل إلى عبد الإله العمري، يغير اتجاه اللاعب. روعة كبيرة على جهة اليسار إلى لاجامي. لاجامي إلى غريب انتظار نصراوي يحاول في هذه الأثناء. ونصراوي، الجمهور تحرك، المدرجات تحركت، والنصر يبحث عن هدف ثاني في أي لحظة. بيتي داخل منطقة بكرة، لكن الحارس فيكتور يتدخل بروعة كبيرة، بروعة كبيرة أمام كرة بيتي. مارتينيز زالت لم تخرج إلى نياكاتي. نياكاتي مر، وتدخل من جانب مادو. لا، الحكم لا يشير إلى شيء. اللعب يستمر في هذه الأثناء. إشارة باستمرارية تلعب لصلاهم في المساحة. حلوة حلوة إلى غريب، المولد وغريب، واحد على واحد. الفرصة نصراوية، الانتظار داخل منطقة الجزاء. غريب يلعب التمريرة، بيتي تسديدة لكنها صدمت، وبعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية. صعب أن تنتهي المباراة بهذه الوضعية. أظن أنه في أي لحظة في هدف قادم. غارسيا سيجري تغييرات، غريب سيترك مكانه لأيمن. سامي على حساب من؟ بيتي مارتينيز. بيتي مارتينيز وعبد الرحمن غريب يتركون أماكنهم في هذه الأثناء لأيمن يحيى وسامي النجعي. غونسالو مارتينيز ترك مكانه لأيمن يحيى أو لسامي النجعي. أيمن يحيى على حساب عبد الرحمن غريب. دعم المدرجات لم يتوقف. بالسلامة لسعيد المولد، كرة لكنها في يد باولو فيكتور. بالسلامة لسعيد المولد اللي تلقى العلاج في هذه الأثناء. مباراة أكبر نشوفها في مدرجات مرسول بارك. أجواء جماهيرية كبيرة جدا. النصر الحقيقي نشوفه اليوم في المدرجات بهذه الروح العالية والمساندة القوية. خاطئ الكرة من جانب سامي النجعي، يكسب نياكاتي. مجتهد هذا نياكاتي، مجتهد مزعج أيضا في الجبهة اليمنى في تشكيلة الاتفاق. في الجبهة اليسرى في بعض المواقف رأس حربة هو المهاجم التقليدي الوحيد، لكن نشوفه في كثير من المرات يخرج من مناطقه. الكرة من جانب الكويك بن محمد، يعود سعيد المولد بعد أن تلقى العلاج. يهاجم الاتفاق في هذه الأثناء عن طريق الكويكبي مع كرة ثابتة اتفاقية للجناح وقائد الفريق. من سنوات يتألق هذا الكويكبي، يلعب كرة طويلة داخل منطقة خطيرة لكنها تبعد بعد ذلك بقبضة اليد على ما يبدو من العقيدي أو كانت من رأس العمري. بعد الكرة في اللقطة الماضية شوفها مرة أخرى. نعم، من رأس عبد الإله العمري. خروج كان صعب أيضا من جانب نواف في اللقطة الماضية. سوء تفاهم مع عبد الإله في اللقطة الماضية كمباراة أولى، لكن لا يمنع ذلك من القول أنه لاعب أو حارس مرمى بإمكانيات
عالية جدا، ينتظر له مستقبل كبير. طويلة الكرة، محاولة راسية خطيرة تسديدة لكنها بعيدة من جانب نياكاتي، بعيدة من نياكاتي، أخذ كرة على الطاير، جاءت بعيدة على مرمى نواف العقيد. الكرات العرضية الخطيرة على طريقة الركنيات، المحطة الفضائية هنا كوايزن، والضربة بعد ذلك نياكاتي. بعيدة كرة يوسف، بالسلامة إن شاء الله يتلقى العلاج في هذه الأثناء. نياكاتي كان يطالب بتدخل لم يكن موجود في قرار الحكم. لقطة عادية مع نياكاتي في قرار حكم اللقاء، شوفها. نعم، لقطة عادية جدا من جانب نياكاتي، لم يكن هنالك تدخل من سامي في الكرة الأخيرة. ولا زلنا ننتظر بصمة رونالدو في هذه الأمسية مع هذه المباراة الأولى لكريستيانو في دوري روشن السعودي. محاولة من جانب سلطان الغنام، أيمن يحيى، البحث عن تمريرة الرد، أيمن يحيى طويل، تغيير اتجاه اللاعب لكنها سهلة للمدافعين، وبعد ذلك إلى حارس المرمى باولو فيكتور. لكن أظن أنها واحدة من أقل المباريات فنيا في رأي الشخص المتواضع للنصر، اللي قدم عطاء أفضل في مباريات سابقة، كان عنده القدرة على تهديد مرمى المنافس بشكل أقوى وخطورة هجومية أكبر وتنظيم أكثر في خط الوسط. اليوم نشوف بطء في بناء الهجمة وقليل من الكرات اللي تصل نحو المهاجمين. تغطية وتدخل من جانب تيزيراند، أمامية مادو، في الإبعاد أمام نياكاتي، الرمية جانبية اتفاقية. تدخل كان من مادو في اللقطة الماضية. سعيد المولد تعب من التنقل بين اليسار واليمين لتنفيذ الرميات الجانبية. الكرات الطويلة من جانب روري ديلاب الملاعب السعودية. سعيد المولد على تنفيذ هذه اللقطة، الكرة الطويلة أمامية نحو القائم الأول، رأسية لكنها سهلة بعد ذلك في يد الحارس نواف العقيدي. طويلة الكرة لكنها بدون تركيز، إبعاد إلى رمية جانبية. رونالدو إلى تاليسكا، كريستيانو، تمريرة الرد من جانب أندرسون. تاليسكا أفضلية على مستوى التمريرات الصحيحة في هذه المباراة، في هذه المباراة للنصر، وإن كانت بنسبة قليلة. كرة عرضية داخل منطقة خطيرة لكنها تبعد، تعود مرة أخرى في وسط الميدان. سريب يحاول بتمريرة صعبة كانت على كريستيانو رونالدو في اللقطة الماضية إلى كويكبي. كويكبي مرور، الكويك بتمرير، الكويك للغامدي، تغطية تدخل خطأ يحتسب الحكم لمصلحة الاتفاق. شوفه مرة أخرى، تدخل كان فيه احتكاك واضح من جانب السلاهم، لحسن حظه لم يحصل على بطاقة صفراء بعد هذه اللقطة أمام فيصل الغامدي. يحفز كارتيرون من عناصره ويعلم جيدا الخروج بتعادل في هذه المباراة راح تكون نتيجة جيدة لفريقه، وتعادل بطعم الفوز أمام فريق يتصدر الترتيب وأيضا بقيادة نجمه الجديد كريستيانو رونالدو. النصر يحاول في وسط الميدان، عبد المجيد العمري، صليهم العمري بكرة على جهة اليمين، سلطان الغنام، سلايهم يحاول بناء الهجمة. شوف البطل اللي يتكلم عنه في التحضير النصراوي، كرة من جانب تاليسكا لجامي، سامي النجعي ضاعت الكرة منه بعيد اللقطة، وفي الأخير تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية لسامي النجعي. شوط ثاني أيضا أقل في المردود من جانب الفريقين. الكرة أمامية لكن تغطية من جانب مادو. لجامي هزازي وصل ميدان أقرب إلى أيمن يحيى. صليهم بناء الهجمة، محاولة البحث عن التمريرة، المرور، المحاولة، انطلاقة من جانب صليهم لاختراق الدفاع، تأخر شوية، حولها لكريستيانو رونالدو للعودة للوراء. الكرة أقرب لخيبري،
سيد المولد على الارض لكن اللاعب يستمر. النصراويه على جهه اليمين، محاوله من جانب تانيس كاب، ينهض سعيد المولد للعوده ويستمر اللعب مع هذه الكره من جانب العامري، طويله خطيره رونالدو لكنها عدت منه، وبعد ذلك خطا على كريستيانو. السلام ان شاء الله لسعيد المولد. رونالدو حكي له انه لم يكن يقصد إيذاءه في هذه اللقطه، حاول وصول الكره لم يلمسها حتى، شوفها مره اخرى. لا في تلامس، نعم في تلامس واضح من جانب رونالدو، لكن يعتذر بانه لم يكن يقصده في اللقطه الماضيه. اجمل ما في هذه الامسيه الجمهور الحاضر في مباراه الليله لمسانده النصر بدرجه اكبر، وايضا بعض الجماهير الحاضره لمسانده الاتفاق في هذه المباراه. الافضل على الاطلاق في راي الجمهور النصراوي الى الابد سيكون دائما كريستيانو رونالدو. باولو فيكتور، بل ان الكثير من عشاق الانديه الاخرى المنافسه النصر تحب كريستيانو رونالدو. الحسن على حساب السليهم، تغيير نصراوي متوقع بصراحه في وسط الميدان. الحسن دخوله في مباراه الديربي اعطت قوه اكبر في وسط الميدان لتشكيله رودي غارسيا. الان ياخذ مكان عبد المجيد السليم في وسط الميدان. تغيير متوقع منطقي، شوف الاجواء، شوف الجمهور. هذا اجمل ما في مباراه الليله، الحضور الجماهيري الرائع للمدرج النصراوي، انصار العالمي اللي جاءوا للمسانده بقوه في احداث هذه المباراه، وايضا ابتكروا الكثير من الاجواء الجميله ولها زيج الرائعة والمساندة الكبيرة لرونالدو وزملائه. الكرة للاتفاق، فيصل الغامدي البحث عن الكرات الطويلة، طويلة باتجاه فيتينيو، تحذير بالرأس في الخلف للوراء عن طريق الخطيب، عودة للوراء، اتفاقية، معاناة من أجل إيصال كرات المهاجمين، كرة خلف المدافعين خطيرة لكن أقرب للعقيدي، يخرج نواف في توقيت حاسم في اللقطة الماضية، برافو بصراحة، الكرات الطويلة رائعة لكن الخروج كان في توقيت حاسم، العقيدي ذكي في تدخلاته بدون أو في الخروج من مرماه في حال تقدم دفاعه. شوف كثير من المواقف كان يتدخل في توقيت حاسم، في بعض المواقف أيضا كان فيها هفوات، ولكن تتكلم على حارس صغير في السن ويلعب مباراة أساسية أولى، ليس بالأمر سهل بعد غياب وإصابة دافيد أوسبينا. الغنام بعودة للوراء، عبد الإله العمري، ما يعني رودي غارسيا كثيرا في مباراة الليلة هي الثلاث نقاط، ستعني انتصار ثمين، استعادة الصدارة والحصول على الكثير من الثقة، ثم انتظار المباريات القادمة. تانيسكا تحرك من جانب كريستيانو رونالدو، لمسة في المساحة لكن التغطية من جانب الدفاع بالخطأ، تصل إلى سامي نجع، يحاول نجع إلى تانيسكا، تانيسكا يبحث عن الحلول، حسن بكرة نصراوية لاختراق الدفاع، الخيبري لكن ضاعت منه، لم تكتمل التمريرة الأخيرة. الخيبري في توقيت رائع، تدخل الدفاع أمام خيبري، سرى مهارات أكثر من اللازم، يعتذر للزملاء هذا الجناح الخطير جدا كويكبي. كويكبي عنده مشاكل مع الاصابات، لذلك تاثر مستواه بعض الشيء. محاوله نصراويه خطيره تبعد من الدفاع، لا زالت للحسن، جهه اليمين تمريره باتجاه تاليسكا، عرضيه داخل المنطقه، محاوله لكن ابعاد امام سامي النجعي. نجعي وكويكبي، لجامي للنجعي، مرة أخرى نصراوية على حدود منطقة الجزاء، خيبري بتمريرة نحو كريستيانو رونالدو، تمريرة الرد، الخيبري يحاول مع رونالدو داخل منطقة الجزاء، رونالدو يبحث عن المرور، تمويه مر والتسديدة، وكرة خطيرة حلوة كانت من كريستيانو، صاروخ ما
الصادرة كان قريب من هدف أول. رونالدو أمام هذه اللقطة، الفرصة تعود لتاليسكا، حركت الأجواء والمدرجات. تاليسكا حسن إلى جهة اليمين، الغناف في اليمين عرضية يبعدها الدفاع. مباراة كبيرة للدفاع الاتفاقي، تسديدة لكنها بعيدة من سطح الغنام، تحولت بعد ذلك إلى ركنية على ما يبدو. أخطر فرصة لكريستيانو، وين سعيد؟ وين سعيد؟ راح سعيد، طاح سعيد، رونالدو مر، ورونالدو تسديدة نحو المرمى، إبعاد بعد ذلك من جانب باولو فيكتور. بداية حقيقية في دوري روشن بالنسبة لكريستيانو، كان تقريبا مع هذه اللقطة الكرة الثابتة اللي كانت فوق المرمى. فرص كريستيانو رونالدو في هذه المباراة بعد اقترابنا من 80 دقيقة في مرسول بارك. أيمن يحيى يلعب كرة عرضية خطيرة لكنها تبعد من جانب الدفاع، الكرة فيها تغطية وتدخل، إبعاد بعد ذلك وفي الأخير إلى رمية جانبية لمصلحة الاتفاق. ليلة كبيرة جدا لمدرج العالمي، جمهور النصر سعيد بالصدارة، بانتصار، بحضور كريستيانو رونالدو الأول، لكن لا يزال هنالك 10 دقائق متبقية على نهاية المباراة. تغييرات لكارتيرون، حامد راح يكون خيار قادم الغامدي، وكمان أحمد الغامدي، خيارات المدرب كارتيرون، أحمد وحامد الغامدي في تشكيلة كارتيرون على حساب فيصل اللي قدم مباراة كبيرة اليوم. برافو بصراحة، برافو اللاعب رقم 16 اللي ترك مكانه، أظن عنده مستقبل كبير هذا فيصل غامدي. حامد لاعب خط الوسط صاحب الإمكانيات الكبيرة، وأيضا أحمد الغامدي نجوم المنتخب الأولمبي اللي قدم مستويات كبيرة، يأخذون دورهم في تشكيلة كارتيرون. كويسن ترك مكانه وفيصل الغامدي. رمية جانبية لسعيد المولد، أقل من 10 دقائق على نهاية المباراة. الرمية الجانبية من سعيد المولد للاتفاق بكرة طويلة أمامية للقائم الأول، خطيرة مرت وتبعد بعد ذلك أقرب إلى حامد الغامدي بكرة عرضية أخرى بالرأس، خطيرة ولكنها مرت أمام المرمى، فيها تسلل على هزازي. نعم، تسلل على هزازي، نعم، واضحة اللقطة في تسلل على علي هزازي في الكرة الأخيرة، وبالتالي ضعت على الكوماندوس، ضعت على الاتفاق في اللقطة الماضية. نواف العقيدي، كرة أمامية باتجاه سامي لكنها صعبة بعيدة على النجعي. تمريرات الأجامي تحولت إلى رمية جانبية. سعيد المولد بردود جيد للخط الخلفي اتفاقي، على الرغم من انهم خاسرين في النتيجه، تغيير راح يتم في هذه الاثناء. سعيد المولد يترك مكانه لنواف هزازي. واسف ل عبد الرحمن عمر، هو الخيار القادم في تشكيلة الاتفاق. كرة طويلة أمامية، محاولة لمصلحة الاتفاق من جهة اليسار عن طريق فيتينيو. فيتينيو يحاول، وأحمد الغامدي مع فيتينيو، الغامدي يحاول على جهة اليسار، التدخل من جانب سلطان الغنام، تأمين الكرة بعد ذلك قبل خروجها إلى العمري. الغنام مرة أخرى بكرة طويلة للأمام، إبعاد من جانب خط الدفاع الاتفاقي، تصل إلى سامي النجعي، مرتدة سريعة فيها مساحة، فيها تغطية، فيها تدخل، لا شيء في قرار الحكم في اللقطة الماضية. يستمر اللعب بكرة اتفاقية، تحرك من جهة اليمين لعبد الرحمن عمر،
تمريرة للغامدي، تغطية من حسن وخطأ يحتسب حكم المباراة على علي الحسن في هذه الأفلام ولمصلحة الاتفاق. تدخل في اللقطة الماضية أمام سعد الموسي. كرة طويلة للأمام لكن أيضا بتغطية من جانب علي لجامي. الكويك بيحاول استعادة الكرة، لجامي يبعدها، ضاعت منها إلى رمية جانبية. رمية جانبية ليس بالأمر السهل، تفقد ظهير أيسر وقلب دفاع ولعب وسط الميدان، قائد خط الوسط تقريبا لويس جوسافو، الفار في قلب الدفاع. وعلى اليسار عندك كونان. ثلاثة لاعبين مهمين في يغيبون عن مباراة اليوم بالنسبة لتشكيلة النصر. المشجع البرازيلي اللي جاء بعد كأس العالم ولا أظن سيترك المملكة، لأنه يشوفه بيحضر في المباريات ويستمتع في الأجواء. وفجأة جاء عنده أيضا كريستيانو رونالدو بصفقة مدوية عالمية للعالمي، وتنتظر بعد ذلك مزيد من المباريات الممتعة في دوري روشن. جمهور نصراوي رهيب في هذه الأمسية. الكرة لجامي، طويلة الكرة رودي غارسيا. مباراة غير مريحة على الإطلاق لكن يهم أكثر الحصول على النتيجة. كرة لمصعد فيتينيو، إبعاد من الدفاع، يسعدها بعد ذلك خيبري. خيبري أمامية فيها تغطية دفاعية، أسهل إلى سعد موسى، ضغط عالي من جانب تاليسكا، يمنع الكرة، رمية جانبية لمصعد تاليسكا، يغضب سعد موسى بردة فعل مثيرة في هذه اللقطة أمام حكم المباراة. يقابل هذه الاحتجاجات الحكم ببطاقة صفراء. الدار لسعد الموسى، الموسى في هذه الوضعية اللي كان يطالب انه الرمية الجانبية لمصلحته لفريقه وليست لتاليسكا، انه رمى الكرة، ضرب الكرة في قدم تاليسكا، ولكن الحكم اشار الى انها لمصلحة النصر. كرة الى رمية جانبية على تنفيذها لجامي، رمية جانبية للنصر. الكرة طويلة، محاولة للقائم الاول، ابعاد من جانب الدفاع بعيد عن الكل، اقرب الى احمد الغامدي من الاتفاق، وايضا كرة بعيدة. اقل من خمس دقائق على نهاية المباراة، انت تعلم انها في قدمك، كانت في قدمك انت، كرة عليك. اثنين كان بينهم حديث في اللقطة الماضية بين المدافع الاتفاقي وتاليسكا، بين سعد الموسى واندرسون، الى الغنام للوراء، الخيبري بلمسة، الحسن إلى الغنام بكرة عرضية داخل منطقة خطيرة لكنها تبعد من جانب الدفاع على مرتين. إبعاد الكرة طويلة أمامية باتجاه نياكاتي، لمسة نصراوية، تحرك بتمريرة بينية لكنها بعيدة. بعيدة كرة علي الحسن على كريستيانو. بعيدة كرة الحسن على رونالدو. الحسن كان عنده فرصة لصناعة أول أهداف كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي. رونالدو ستنتظر موقعة كبيرة للغاية ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس القادم على استاد الملك فهد الدولي. ليلة كبيرة جدا بالتأكيد. كرة تعود مرة أخرى، الكرة في وسط الميدان، المحاولة لتاليسكا بدون تركيز، قلعة أيضا في شوط المباراة الثاني. أندرسون خطأ على إيمانيح. الاتفاق خلاص 87 دقيقة، يعني 3 دقائق أقل على نهاية المباراة. أظن أن سيقاتل لأنه لم يعد لديه شيء يخسر في هذه المباراة. كرة باتجاه نياكاتي، نياكاتي كل الصراعات الفردية تقريبا كسبها نياكاتي في مباراة اليوم. كرة طويلة أمامية، إبعاد من جانب الدفاع على مرتين لكنها تصل عند الغامدي بتسديدة. مادو يتدخل على حدود منطقة الجزاء، في تينيو خطأ ضده ولمصلحة سامي النجعي، خطأ لمصلحة سامي النجعي. أهم ما في هذه المباراة بالنسبة للجمهور النصراوي الحاضر هي 3 نقاط ثمينة
والوصول إلى 33 نقطة واستعادة صدارة الترتيب، وبالتأكيد الظهور الأول كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد أشياء مهمة على الرغم من الغيابات البارزة في هذه المباراة اللي أثرت على مردود فريق رودي غارسيا. بالنسبة لكارتيرون كان واضح جدا أنه حريص على عدم ترك مساحات في مباراة الليلة أو فتح مساحات كبيرة أمام الهجوم النصراوي، لكن تدريجيا دخل في جو اللعبة وفريق لعب بثقة جيدة بثقة كبيرة، وكان عنده بعض الفرص الخطيرة لم يستغلوها. الاتفاق أظهر شكلا لا بأس به في مباراة اليوم، ولكن طالما أنه خسر النتيجة فإن الوضع سيكون صعب عليه في الأيام القادمة على مستوى جدول الترتيب مع فقدان العديد من النقاط. بالسلامة لسلطان الغنام مع أحمد الغامدي، تدخل كان واضح، بعض اللقطات كان حكم مباراة مع الخيبري لم يخرج بطاقة صفراء، أظن هذه فيها أيضا بطاقة صفراء على أحمد. بعض الحكام يحملك لاتخاذ قرارات حازمة قوية، وبعض الحكام يسير المباراة بشكل جيد ويمتص الحماس ويسعى قدر الإمكان ألا يخرج الكثير من الإنذارات. مطالبة بلعب الكرة الطويلة من جانب كريستيانو رونالدو. العمري يلعب كرة طويلة للأمام، إبعاد من جانب الدفاع في الانتظار الحسن ضاعت منه. حامد لمصعة الاتفاق، فيتينيو تحرك من جانب أحمد في جهة اليسار طالت وخرجت بعد ذلك إلى رمية جانبية. 90 دقيقة انتهت، 4 دقائق أظن سيضيف الحكم كوقت بدل ضايع، لكن قبل ذلك سيرمي بكل الأوراق الممكنة بالنسبة لباتريس كارتيرون. آل سالم سيكون خيار قادم، عبد الله في هذه الأثناء، فيتينيو يترك مكانه فيكتور سانتوس. فيتينيو العبيد سيكون خيار قادم، عبد الرحمن العبيد ضد فريق السابق على حساب نياكاتي، ثم السالم عبد الله سيكون خيار الهجوم الوحيد. 3 دقائق ليضيف حكم المباراة في هذا اللقاء خالد طريس. في انتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات نشوف التغيير الاتفاقي واللي تم. كارتيرون مش عارف ما الذي دار حدث بالضبط مع التغيير الاتفاقي بعد خروج نياكاتي. عاد نياكاتي، كان في خطأ في التغيير الاتفاقي. رودي غارسيا يطلب من لاعبيه الالتزام الانضباط الدفاع بشكل جيد في آخر دقيقتين على نهاية المباراة. يتأكد حكم المباراة من التغييرات اللي تمت مع الحكم الرابع سلطان عكيري. تعود الكرة إلى الوراء مارسيل تيسران، اتفاقية بعد ذلك محاولة على جهة اليمين نحو الكويكبي. الكويكبي اتفاقية في جهة اليمين، محاولة مرور تغطية من جانب لاجامي بلمسة أمامية إلى تاليسكا. تاليسكا يبحث عن التمريرة في المساحة، انطلاقة إلى سامي الناتشي مع رونالدو، تمريرة باتجاه كريستيانو ولكنها أطول من اللازم. باولو فيكتور يخرج في آخر لحظة ليتدخل أمام كريستيانو رونالدو في اللقطة الماضية. خلاص يبدو أن المباراة بهذه الوضعية بهذه النتيجة بهذا الفوز النصراوي المستحق في هذه الأمسية بهدف مقابل لا شيء، حمل توقيع أندرسون تاليسكا في هذا اللقاء ضد الاتفاق اللي حاول في بعض المرات وقاتل في بعض الكرات وابتكر بعض الفرص لكنه لم ينجح في إدراك التعادل في الوقت اللي فيه النصر تمكن من المحافظة على تقدمه وعلى هذه النتيجة. الكرة تعود مرة أخرى، ثواني الأخيرة على نهاية المباراة،
الكويك بتغيير اتجاه اللعب لكنها بدون تركيز اقرب الى ايمن يحيى. ايمن يحيى يحاول التسديد، كره قويه صدمت في الدفاع وبعد ذلك اقرب الى الكويكبي. طويله من الكويكبي على سالم في جهه اليسار، مرتده سريعه لمصلحه احمد الغامدي، فرصه اتفاقيه واعده مع هذه الكره العرضيه باتجاه نياكاتي، بعيده عنه، بعيده جدا على نياكاتي، بعيده على نياكاتي. اثناء تغيير ضغط كان في بعض الوقت اللي عدى بدون ان يستأنف اللاعب، ربما في انتظار الوصول الى 94 قبل التأكد من نهاية هذه المباراة بقيادة كريستيانو رونالدو. النصر يحصل على 3 نقاط ثمينة، يحافظ على الصدارة، وبالتأكيد حضور مهم أول لرونالدو مع غيابات بارزة في تشكيلة العالمي أثرت على المردود، وأداء طيب لفريق كارتيرون في المقابل الكوماندوز في هذه الأمسية. سامي النجعي، سامي النجعي يحاول في مساحة ضيقة أمام أكثر من لاعب، الحكم لا يشير إلى شيء. طويلة الكرة باتجاه نياكاتي، تدخل وبعد ذلك أقرب لعناصر النصر في الجهة اليسرى لأيمن يحيى أو خيبري. خيبري يكسب الخطأ لمساحة النصر. تدخل كان في اللقطة الماضية على عبد الرحمن عمر. سامي النجعي على جهة اليسار، آخر فرصة في أحداث هذه المباراة يغني الجمهور النصراوي، سعيد بهذه النتيجة، بهذه الوضعية، بهذه الأفضلية، بهذه الصدارة والفرصة الأخيرة. خيبري يحاول البحث عن كرة عرضية تأخر فيها إلى سامي النجعي. الخيبري والنجعي غير مستعجل على الهجوم، الفريق النصراوي استهلاك الوقت لإنهاء المباراة، وبالفعل الصافرة تنطلق في هذه الأثناء من جانب الحكم خالد أطريس لتعلن نهاية أحداث هذا اللقاء بفوز نصراوي مستحق بهدف أندرسون تاليسكا، مع الحضور الأول لكريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي هنا في ملعب مرسول بارك في ساحة النصر. النصر يحصل على الأهم، 3 نقاط الثمينة ضد اتفاق أدى أداء طيبا في مباراة اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة سيداتي وسادتي. النتيجة النهائية النصر هدف، الاتفاق لا شيء. مزيد من الحديث حول هذه المباراة رفقة الزميل العزيز عبد العزيز البكر، الكباتن الأعزاء في الاستديو بعد فاصل قصير.